السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سنعرض فيه تجربة ببجي على الآيفون 13 برو ماكس. قبل أن نبدأ الفيديو أصدقائي، لا تنسى الإعجاب بالنقر على زر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. حسب جميع الخبراء، تجربة اللعب هنا على الآيفون 12 برو ماكس مع 120 هرتز ريفرش ريت، التجربة هنا خرافية، تأتينا بأعلى المواصفات. كما ترون ببجي هنا على أعلى الإعدادات، لا يوجد أي تقطع في اللعب، لا يوجد أي لاج، اللعبة هنا سلسة جدا حتى وهي على أعلى الإعدادات، فعلا تجربة غاية في الروعة. حتى تجربة الصوت هنا مع ستيريو سبيكرز تعطيك تجربة أداء خرافية، يعني فعلا كل شيء بريميوم هنا تأخذه مع هذا الجهاز. أبل حسنت كثيرا تجربة الألعاب مع وضع 120 هرتز في تردد الشاشة. أترككم مع بعض اللقطات. لهنا أصدقائي وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. في النهاية لا تنسوا اللايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.